في ساحة بلا حتى جدار يفصلها عن الحي، يحتشد التلاميذ هنا، يقفون على شكل طوابير ويتجهون بعدها صوب مبنى لم يكتمل بعد، لكنه ومنذ 3 سنوات بات يطلق عليه اسم مدرسة في منطقة السلام المحاصرة وبالقرب من معسكر الدفاع الجوي. حول المعلم عادل الشريحي منزله لمدرسة تستقبل 700 طالب في العام الواحد، عدد كبير لم يجد مدرسة حكومية واحدة قادرة على استقبالهم بسبب حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع، كما لم يجد أهاليهم فرصة أخرى لتعليمهم في مدارس خاصة تتناسب وقدرتهم المالية. يعني قدمنا إحصائية كاملة، يعني والجماعة قدمنا أقل من النص، يعني حتى نص المنهج ما قبل النص. واحدة. الشيء الثاني أيضا نحن الآن قادمين على موسم صقيع، موسم برد يعني. وأنت كم تشوف الآن المدرسة بلا نوافذ. يوم ما دخلنا كان بلا حيطات، يعني حتى الحيطات هذه كل سنة نجدد يرمم في بها حاجات شوية. فيما يشبه المدرسة هذه يفتقر الطلاب ومعلموهم لكل شيء تقريبا، فالفصول ما زالت بجدرانها الإسمنتية المجزأة وبلا نوافذ، والطلاب بلا كراس ولا مناهج، في حين يعمل المعلمون المنتدبون بلا رواتب. مبادرة كهذه لمعلمين حكوميين نازحين تم انتدابهم من قبل مكتب التربية والتعليم وطلبة جامعيين متطوعين للتعليم المجاني، جاءت بهدف تعويض وحماية ولو عدد بسيط من الطلاب المحرومين من التعليم الذين وبحسب منظمة اليونيسف بلغ عددهم 2 مليون طفل، في حين جند قرابة 2500 طفل منذ 2015 وفق المنظمة، أمر وبحسب ممثلة المنظمة يجعل جيلا كاملا من الأطفال في اليمن يواجهون مستقبلا مظلماً.